مساء الخير يا كابتن ايمن، مساء الخير على الكباتن. مليون مبروك، مبروك لجمهور النادي الاهلي واداره النادي الاهلي، مبروك للاعبين. يعني دايما الاهلي زي ما كنا بنقول يا كابتن ايمن وبناكد، بينافس نفسه داخليا في القاره وبيحطم ارقامه القياسيه. صحيح. عشان كده دايما بيبقى دلوقتي المنافسه بقت عالميه اكتر، يعني جمهور النادي الاهلي عنده طموحات اكبر في المنافسه مع ريال مدريد. صحيح. دايما بنطارد ريال مدريد بقى على الالقاب القاريه، واقف عن 29 لقب، واحنا خلاص كده وصلنا 26 لقب يا كابتن ايمن بعد النهارده اللقب ال 12. فبالتالي احنا الناس كلها مستنيه الفاينل تشامبيونز ليج اوروبا عشان نشوف ريال مدريد هيعمل ايه. أي. البطوله النسخه الحاليه حطمت ارقام قياسيه فرعيه. يعني ايه فرعيه؟ يعني خلاص وصلنا، مثلا الاهلي وصل لخمس مرات فاينل على التوالي، وده رقم قياسي جديد بالنسبة برضو بيتساوى مع رقم ريال مدريد اللي وصل خمس مرات فاينل في برضو بطولة القارية الأوروبية. نفس الكلام وصل فاينل في تاريخه 17 مرة، نفس الكلام ريال مدريد 17 مرة. فبالتالي يعني دلوقتي 12 مرة لقب البطولة، ريال مدريد طبعا 14 مرة. وبالتالي يا كابتن المنافسة بقت عالمية وبقت فيها تحديات أكبر، لأنك داخليا داخل القارة الأرقام التاريخية للأهلي بيكتبها وبيحطمها لنفسه، بيكون في جاب كبير ما بينه وما بين أقرب المنافسين. فبالتالي المنافسة زي كده الدوري الإنجليزي، كل الفرق في الدوري الإنجليزي دلوقتي عايزة إن بيب جوارديولا يمشي من الدوري الإنجليزي. علشان إيه؟ عشان المنافسة بقت خلاص قلبها يعني اربع مرات ورا بعض، ست مرات يعني لقب البريمير ليج. فبالتالي الاهلي بيتشابه شويه داخل القاره بهذه الامثله يعني، وبيحطم دايما ارقام الالقاب او الارقام القياسيه الفرعيه مع هذه النسخه، ان احنا حصلنا على اللقب ال 12 بلا هزيمه. صحيح. وده لا طبعا حققه النادي الاهلي قبل كده في 2005، كانت البطوله لقب برضو تاريخي بلا هزيمة. بنتكلم على ألقاب تانية، يعني احنا وصلنا النهاردة 22 مباراة بلا هزيمة في المشوار الأفريقي في الشامبيونز ليج دوري أبطال أفريقيا، وكسرنا رقم طبعا الترجي كان بالظبط يعني من المباراة السابقة. فبالتالي أرقام فرعية قياسية أيضا بتكتب في التاريخ. صحيح. الأهلي حقق البطولة دي مرتين ورا بعض متتاليتين أربع مرات، يعني بنتكلم في 2005 2006 2012 2013 مظبوط 22 23 او يعني 2020 سوري 2021 و23 24 النهارده 23 24 مظبوط كده. احنا واقفين بس على الهاتريك ان احنا نحقق الثالثه، وده برضو طموح جديد دايما الاهلي ان شاء الله مع ال 13 ان شاء الله ال 13 تكون الثالثه على التوالي، وده ان شاء الله يعني تبقى يعني يعني حاجه قياسيه او رقم قياسي وانجاز قياسي جديد. ودايما الاهلي يا كابتن زي ما احنا متعودين مع الكباتن دايما بيخلق الطموحات والتحدي لنفسه اول. صحيح. باول يعني خلاص النهارده بنطالب بال 13 ليه؟ عشان نحقق ثلاث مرات على التوالي ونخش بقى في ارقام قياسيه جديده. يعني النادي الاهلي بينافس نفسه بالظبط، فهو بينافس نفسه قاريا، فبالتالي انت بتخلق كمان ارقام قياسيه داخل القاره وداخل البطوله نفسها الشامبيونز ليج افريقيا، ان انت الفريق الوحيد على في تاريخ البطوله بتنهي النسخه باستقبال هدف واحد، وده بيدلل طبعا على قوه الفريق من الناحيه الدفاعيه. كنا بنتكلم قبل المباراه وصلنا طبعا ل 12 شيت كلين شيت، النهارده 13 كلين شيت من اصل 14 مباراه يا كابتن. بنتكلم على مصطفى شوبير اللي وصل ل 29 تصدي في البطوله، وده اكبر رقم او عدد تصديات لحارس مرمى يعني هذا الموسم. عايز اقول لحضرتك ان في منهم 17 تصدي من داخل منطقه الجزاء. ارقام كلها قياسيه، يعني بنبص حتى في اقوى النسخ في 2005 2006 والالقاب والارقام والبطولات والنسخ الاخيره ما تلاقيش ان الاهلي استقبل هدف واحد، وده رقم فعلا لازم يعني شابوه لعيبه النادي الاهلي، دفاع النادي الاهلي، حراسه مرمى النادي الاهلي، وبالاخص مصطفى شوبير. ارقام كلها للتاريخ يا كابتن. يعني بنتكلم بقى النهارده الترجي والمباراه بتاعت النهارده، عايز اقول لحضرتك ان هي في الاربع اشواط الترجي ما عملش الا ركنيه واحده. بنتكلم على حتى التسديدات على الثلاث خشبات في الاربع اشواط، بنتكلم على حتى الماتشين في الذهاب والعوده ما فيهمش الا واحده او اثنين بس على الثلاث خشبات. يعني بنتكلم حتى الاهلي استطاع رغم ان هو قدر ان هو يوقف المنافس، ومن الدقيقه 3 في 83 دقيقه صمود ان احنا نحقق بيهم في النهايه اللقب. يعني
بس انا مش هتكلم كتير النهارده، يعني مش محتاجين يعني نغوص في اي فنيات وارقام فنيه للقاء اليوم، ولكن ارقام كتبها الاهلي في تاريخ الشامبيونز ليج افريقيا وختمها حلو. بالظبط، ختامها جميل جدا، داخلين على بطوله سوبر، وده ديربي بقى وليه تحدي خاص ويعني مواجهه خاصه، وكل جمهور نادي الاهلي بيطالب بقى بالتاسع السوبر الافريقي يا اهلي ان شاء الله ربنا قبل ال 13، فيعني ستيب باي ستيب. مليون مبروك اللي حتى على المستوى اللاعبين نفسهم، عارفين ان اربع نسخ الاخيره يعني تقريبا 70-80% من قوام السكواد الحالي هم اصحاب المشاركات الاكثر، زي ما قلنا حتى رامي ربيع تساوى يعني حصل لست القاب في الشامبيونز ليج افريقيا، كلها ارقام قياسيه حتى اللاعبين الحاليين يا كابتن، وحتى يعني بنتكلم على الشحات هو هداف الجيل الحالي 18 هدف، لا كلها ارقام قياسيه ورائعه جدا للفريق وحتى اللاعبين الحاليين يعني. صحيح. مليون مبروك مره ثانيه وكل التوفيق دايما للنادي الاهلي ودايما مفرحنا يعني. الف مبروك للنادي الاهلي ودايما فعلا النادي الاهلي مفرحنا باز، ولينا لقاء بقى بعد ان شاء الله التوقف الدولي مره ثانيه باذن الله. شكرا جزيلا. شكرا، الف شكرا. شكرا.